تبارك الله كما كيقولوا لي فرونسي il est vacciné pour répondre à cette question. هو كيعرف اكثر من اي شخص علاش حضر ولا ما حضرش. حنا كنتكلموا اليوم على لجنه مؤقته رسميه. مرحبا بالجميع. اي شخص اللي كيشوف راسه في المستقبل انه هذا نداء بالعكس غيسهل علينا بزاف المأمورية. أي شخص كيشوف راسه قادر أنه يتحمل هذه المسؤولية فمرحبا به وبقوة القانون حتى وحين ما غيستطع أنه يمنعه من الترشح بطبيعة الحال. ولكن شنو هي الأسباب الحقيقية؟ احنا بدينا البارح رسميا يعني ما جرى أو ما يجري في الكواليس ما يمكنش ندخل فيها أنا وكل شخص مسؤول على الكلام ديالو. لا لان القرار ديالك لان في الاول قلت لنا بان كاين واحد الاجماع كبير في مدينه تطوان تقريبا كاع المسؤولين تجمعوا باش يكون الصالح العام لتطوان ودابا فسولنا قلت لنا ما عرفتش ابو علاش جاء وعلاش ما جاش لان تابون واحد الطرف اللي الطرف تيكون كبير في تطوان اللي دخل معكم لهذه اللجنه ولا دخل كرئيس ولا هضر حد معكم في الاجتماعات. واش انا غنسول ابرون واش جاي واش علاش غيجي ولا ما غيجيش في اجتماع الجمع العام؟ انا هذا ماشي الدور ديالي. لا لا انت قلت لنا في الاول كان واحد الاجماع كاين واحد الاجماع كبير في تطوان على الفريق وتنظر بان ابرون الحاج ابرون الحاج ابرون كنظن اول شخص اللي غيبارك من هذه اللجنه هذه وكنظن بانت في المكالمات ديالو واتصل باعضاء اللجنه وبارك لهم يعني. بغينا نعرف يعني اتصل بكم اتصل ببعض الاشخاص وبارك يبارك هذا العمل اللجنه اللي انا متفق عن طريق ديمقراطيا اولا ومن طرف ابناء المدينه وابناء الفريق يعني. ولكن شنو هو باغي وشنو بالو هذه ما عرفاش انا وما يمكنش ندخل فيها.